بالنسبة لإلي شيء كتير مزعج. ما راح منه، ما بعرف شو بدي أقول، بس اللي فيني أقوله إنه حسب حجمه. بصراحة الصغير ما كتير بيزعجني، بس إذا لحقت وطلع لي واحد كبير بنضغري على التخت. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سيرة انفتحت. مثل ما شفتوا التقرير اللي مرق، يعني الموضوع كان كتير جريء. اتعودنا نحن بسيرة انفتحت نحكي عن كل المواضيع الجريئة، يعني مثل ما شفتوا بالتقرير الشيء اللي قال انه اذا كان كبير بينط على التخت دغري، وشيء اذا كان صغير بيقول عنه واو. يعني دايما نحن تعودنا نحكي بسيرة انفتحت مواضيع جريئة، منشان هيك موضوعنا اليوم رح يكون كتير جريء وكتير يعني فعال، ورح تتفاجئوا كتير في كلكم سوا على المحطة الأرضية وعلى الفضائية. هو موضوعنا عن الصرصور، هالحيوان الأليف يلي بيدخل عبيوتنا بدون استئذان، يعني وبيسبب كتير مشاكل. ممكن يكون هو عنده أسبابه منشان يفوت على بيوتنا، ممكن يكون مشوب برا، ممكن يكون يعني بيجي على الأوساخ المحيطة بالبيئة، ممكن يكون هالصرصور حابب يفوت يحشر حاله بشي منزل من المنازل. هلا منجي يعني وهالصرصور هيدا بسبب أكيد حالات كتير نفسية وكتير متعبة، وبتسبب أوقات نوع من الديبرشن عند الناس، وحالات كتير فعالة، وبصير الواحد بعنده إحساس كتير بشع ما بنعرف. هلا في ناس بتكتفي بتكتفي إنه برشي وحدة من أي نوع مسحوق للصراصير وبتنام، وفي ناس ما فيها تنام بتقضي كل الليل عم تعمل أشياء كتير ما بنعرفها، رح نتعرف عليها من خلال حلقتنا هلا. معنا الليلة خليني استقبل الليلة بالاستوديو معنا العالم النفسية الدكتورة حباب. أهلا وسهلا فيك. يلي الدكتورة رح تلقي الضوء على خبايا علم الصراصير والمشاكل النفسية يلي بيسببها للعالم. هذه الدكتورة حباب. وخليني كمان استقبل البروفيسور عزيز الزيز، خريج جامعة أكسفورد، 2 سنين دراسات عليا ودكتوراه طويلة عريضة من عدة جامعات بعلم الصراصير. ومعنا أيضا مواطن رح يخبرنا عن تجربة مر فيها مع الصرصور وحطمت له نفسيته وسببت له بعقد مزمنة، هو الأستاذ فارس عنتر. أهلا وسهلا فيكم جميعا بهذا البرنامج. خليني أول شيء أسأل فارس، أنت شو بتحس هيك لما بتشوف الصرصور؟ يعني شو هي، خليني أسألك شو هي الصراصير؟ يعني شو هي الأفعال والشعور اللي بتحس فيه لما بتشوف الصرصور؟ بكرهه وبقرف منه وبخاف منه وكل شيء. أنا بلشي معي القصة من زمان مش من هلأ يعني أستاذ زبير. طب معلش، بس أنت من شو بتخاف هيك بس يتهيأ لك صرصور؟ من شو بتخاف؟ شواربه. نعم؟ أكثر شيء من شواربه بخاف، بتضايق ما في شوف شواربه. شوي معلش. لما أتخيل شواربه بحس حالي ما بعرف شو بده يصير فيي. طول بالك يا فارس. لأن مرة من زمان ما بعرف من كم سنة فقت بالليل، فقت ورحت على المطبخ بدي آكل. كان مطفى الضوء، كان في ضوء خفيف. اول شيء طلعت ورا الباب ما كان في شيء، فجاه لقيت شوارب عم يطلعوا من ورا الباب. نقزت اول شيء ما عرفت شو، قربت شوي طلع لي صرصور على قد كبير لونه بني بعتيد او اسود مش متذكر، صار يلعب بشواربه كل الوقت. مش معقول. وخفت منه وهربت ولحقني، انا اركض هو يركض. طيب فارس، انا اركض هو بعدين فركشت بعض، حسيت شي عم يطلع علي عم بعربش، صرت انفض كلمة بعرضي. معلش انا انفض هو ما بعرف شو يعمل. معلش فارس خلص ما بقى تخبرني، خلي انت ارتاح شوي هلا فارس. ارتاح لك شوي. اوكي. ها؟ وخليني معلش جيبوا لنا كباية ماي بليز شباب. ارتحت شوي؟ طيب بليز شباب ما تنسوا لنا كباية المي، خليك انت ارتاح شوي، خلينا انتقل انا، خليني هلا خليني اسال الدكتورة حباب،
خليني اسالك دكتوره، يعني هل انت شفتي هالنموذج اللي هو فارس عنتر؟ نعم. لشو بترد هذه الاسباب تبع شو برايك عالم نفسيه حسه لما شاف الصرصور؟ انا بقول مثله مثل حيالله انسان طبيعي مثلنا كلنا. هلا انا دكتوره نفسيه طبعا مش عم بحكي عن حالي، ولكن المواطن العادي بحس بزرزع بدن، لانه الصرصور اجمالا كائن بزرزع البدن، فبصير عنده هالمشكلة بالأعصاب، بصير بده يخوض علاج لحتى يقدر يطلع منها. بنحكي عن البيئة هون، بنحكي عن الأهل، بيئة عن التربية. التربية كيف بيربوا الأهل ولادهم، هيدا الشيء كمان بيتعلق بالصراصير، وكيف إنه الواحد لازم يعرف كيف يتعامل مع ولاده. مرسي دكتورة حباب، خليني هلا انتقل، خليني اسال الدكتور عزيز الزيز. حضرته البروفيسور. البروفيسور عزيز الزيز، سوري. خليني اسالك دكتور، يعني شو هن يعني الصراصير؟ انه هل هن دكتور عزيز، هل هن الصراصير انواع بيختلفوا باختلاف المناطق حسب جغرافية المكان؟ الصرصور يا استاذ زفان، في انواع صراصير. عندك الصرصور الافريقي، عندك الصرصور الاسيوي، عندك الصرصور الامريكاني، عندك الصرصور الشرق اوسطي. في انواع صراصير. كيف خليني اسالك كيف فينا نفرق بين الصرصور الاسيوي والصرصور الامريكاني او الافريقي مثلا؟ لحلا. الصرصور الافريقي اجمالا بيكون اسود، قبل الصرصور الاسيوي بيكون عيونه هيك. بالعيون. الصرصور الامريكاني بيكون اشقر، شعراته اشقر شو الشعر. اما الصرصور الشرق اوسطي بيكون شوارب طوال وكله رجوليه. مرسي دكتور عزيز. ما خلصت، تعال خليني اسالك. خليني ما بعرف ليش الناس، ما بعرف ليش هذا الشاب ليش خاف؟ لا تخاف من الصرصور. اذا بتريد عمون معلش، تخاف الصرصور قديش نوبة اجره؟ بروفيسور عيب انه نحن نعمل هيك فيه، هيدا الشيء مش ما بيسوى. قديش نوبة اجره؟ قديش نوبة اجرك؟ سوري انا اجري 42. هو دعسوا اساس بعدين عم. الصرصور حيوان اليف حسب، لانه بيجي على البيت. اذا انت هو حيوان نظيف جدا. نظيف جدا. نظيف. انا مربى شي 300,000 صرصور. شو الدليل على هيك انه نظيف؟ لانه هو نظيف. انت هو بيجي بياكل زباله تبعك. اوكي. طيب ماشي. طيب شكرا للبروفيسور عزيز الزيز. خليني اسال المواطن. ما بخلص يا استاذ زمان. لا ما انت خلصت حديثي معك، هلا رح ارجع لك لانه سهرتنا كثير طويله. خليني اسال فارس. فارس، يعني انت هلا ارتحت؟ لا. ارتحت شو يا فارس؟ لا. ارتحت؟ لا. لا ما ارتحت. حسيت صرصور عم يمشي هذيك الساعه، طلعت على الاستوديو كان عم يمشي صرصور. طيب فارس خليني اسالك شيء، هلا اذا انا فاجاتك يعني هيك وقلت لك انه مثلا بدون ما تتخيل الصرصور، اذا شفت الصرصور يا فارس عنتر قدامك هيك. شلته. معلش حبيبي. شوي. أعزائي المشاهدين، نوقف بريك إعلاني ونرجع مع برنامج سيرة انفتحت. شو فارس؟